وأصدرت محكمة الجنايات مكافحة الفساد أمرا جديدا بإلقاء القبض على نور زهير المتهم الأول بقضية سرقة القرن، كما أمهلت المحكمة الكفلاء حتى 9 سبتمبر المقبل لإحضار المتهم والذي تغيب عن جلسات محاكمته، كما أمرت باستكمال إرجاع الأموال المسروقة في قضية سرقة القرن. وكشفت مصادر الحدث أن المحكمة أصدرت أيضا أمر قبض بحق هيثم الجبوري الرئيس السابق للجنة المالية في البرلمان العراقي والمتهم الثاني بقضية سرقة القرن، وذلك لعدم حضوره جلسة المحكمة. كما أصدر القضاء العراقي مذكرة قبض جديدة بحق المتهم الثاني بسرقة الأمانات الضريبية، وهو هيثم الجبوري الرئيس السابق للجنة المالية في البرلمان العراقي. وقالت مصادر الحدث إن القضاء العراقي يعتزم طلب تدخل الانتربول للقبض على المتهمين بسرقة القرن التي هزت العراق. ومن بغداد معنا مدير مكتب الحدث في العراق ماجد حميد، تحية طيبة لك ماجد، ما الذي حصل يا ماجد؟ نعم، القضاء العراقي كان قد اعتقل أو أبقى نور زهير لمدة 3 أشهر على ذمة التحقيق، ومن خلال التحقيقات التي أجريت وكشف كثير من الأسماء تم إحالة نور زهير إلى المحكمة الجنايات لمكافحة الفساد، وبالفعل تم تحديد جلسة أولى قبل 15 يوم ولم يحضرها نور زهير بحجة السفر خارج العراق، ومن ثم ظهر في لقاء تلفزيوني تحدث أنه سيحضر وأكد بأنه سيحضر الجلسة المخصصة اليوم، وتحدث بأنه سيقوم بكشف الكثير من الأسماء المتورطة، لكنه لم يحضر إلى هذه الجلسة، لذلك ذهب القضاء العراقي لإصدار مذكرة قبض جديدة والتأمين من خلال الإشارة الحمراء والأنتربول على جلب نور زهير، وكذلك المتهم الثاني هيثم الجبوري رئيس اللجنة المالية السابق في البرلمان العراقي، لأن هناك بعض الوثائق التي ظهرت تشير بأن هيثم الجبوري كان شريكا لنور زهير، وقد قام بإرسال كتب بصفته رئيسا للجنة المالية إلى بعض الجهات الرقابية لتخفيف الإجراءات التحقيقية والتدقيقية بخصوص سرقة القرن. فقط أريد أن أشير بأن هناك مصادر قضائية كشفت للحدث بأن القضاء العراقي تمكن من إعادة ما يقارب 400 مليار دينار عراقي من سرقة الأمانة الضريبية، وبأن هناك الكثير من العقارات والأموال ما زالت محجوزة لدى القضاء العراقي من العقارات التابعة لنور زهير وهيثم الجبوري، وبأن القضاء العراقي سيعمل بالإجراءات القانونية لعملية استرداد الأموال من خلال هذه العقارات، من خلال ربما عرضها في المزاد وبيعها إذا لم يتم جلب نور زهير من خلال الكفلاء في الجلسة القادمة في 9 يوليو كما حدد القضاء العراقي. إذن القضاء يتحدث بأن العقارات وبعض الأموال المنقولة وغير المنقولة لنور زهير ما زالت محجوزة من قبل القضاء العراقي. نعم، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بغداد مدير مكتب الحدث في العراق ماجد حميد.